أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما تنوی عزیز سلام بر تمام شما برسد. امیدوارم هر جایی که هستین جور صحت باشین. خواستم ویدیوی بسیار خاص و اسپیشال همراه شما شریک بسازم. دیروز به لطف خداوند مهربان اولادایم، دخترکم و بچگکم قرآن کریم ختم کردن به همکاری استاد محترمشان که بسیار کمک کردن، نوید جان و نایاب جان رساندن. الحمدلله کمتر از 2 سال قرآن پاک ختم کردن. دیروز محفل شا گرفته بودیم. خواستم این ویدیوی اسپیشال بر شما هم تقدیم کنم تا که شما هم ببینید و اجر نصیبتان کند. تا آخر ویدیو را ببینید. مکمل ختم قرآن پاک از ختم نامش استاد محترمش خواندن. امیدوارم که خداوندی ختمشان قبول درگاه خود کنه و اولادای ما را هم توفیق بده که امی قسم به دین اسلام برای حق روان باشن. خداوند ذهن روشن به تمام اولادای ما و شما نصیب کند. از دعایتان فراموش نشن، اولادای ما را هم دعا کنید. خداوند اولادای همه ما و شما را برسانه که قرآن پاک ختم کنند. کلام خداوند آرزوی هر پدر مادر می باشه که اولادایش به جای برسد. البته دخترک و بچیم ماشاءالله دوگانگی هستند، 8 ساله هستند. زیاد زیاد به تمام اعضای فامیل ما افتخار کلان بود که به خیر ختم کردن. امیدوارم ویدیو را تا آخر ببینین که ختم نامه را به زبان استادشان بشنوید و خودشان هم قرائت کردن. خداوند اجر عظیم نصیب استاد محترمشان بگرداند. ماشاءالله نماز هم یاد گرفتن، 6 کلمه، دعاها. به خیر به زودترین وقت ویدیوهای بعدیشان هم به شما شیر میسازم، شیر میکنم تا که اولادای شما هم تشویق شوند. انشاءالله خداوند اجر نصیب همه ای ما کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من شر الوسواس الخناس. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتاب. ما أغدى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب الله الرحيم. قل هو والله أحد.
صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بس قل هو الله أحد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله ولم يقل له نبض ولم يكن له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والناس الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا كما نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بكة، وبالتاء كفة، وبالساء سوادا، وبالجيم جمالا، وبالحاء وبالخاء خيرا، آمين. وبالدال دليلا، وبالدال زكاة، وبالواء رحمة، وبالفاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، آمين. أو زيادة أو نقصان،
آمين آمين. أو تأويل على غير ما أنفقته عليه أو ريب أو شك أو سهل أو سوء إلهام. آمين. أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان. آمين. أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان. آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة. آمين. ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. آمين. فاغفر لنا ربنا واكفنا مع الشاهدين. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وقيم أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين. وأدخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط المستقيم. آمين. وفي الجنة رفيقا والنار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. آمين. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداءً بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة. آمين. آمين. والبشارة من الإيمان. آمين. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهر لطفه ونور عرشه. آمين. سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين. خب نویتان مبارکت باشه از طرف ما و از طرف استاد و قاری خودت و از طرف تمام اعضای فامیلم بر خودت خصوصا و تمام اعضای فامیلتان مبارک باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مد و مکنم و تند ما آوام شو. زنده باد افغانستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كل هو له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. كل هو له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. كل له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أيكافرون لا أعبد ما تعبدون وها ولا ولا أنتم
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تابت يدا أبي له لهب وتب لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا طاقة لأهله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ما يبدأ
امین نگفتن امین طریق است ها؟ وصدق رسول النبي آمين آمين على ذلك من الشاهدين آمين ربنا إنك أنت السميع العليم آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حتى وتنفق جزء من القرآن جزاء آمين اللهم ارزقنا بالألف ألفة وتلياء بعد بكة وبالتاء كفة وتسعاء سوابا وتشين جمالا آمين وفي الحاء حكمة وفي الخاء خيرا وبالزال دليلا وبالزال زكاة آمين وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء آمين وبالصاء صدقا وبالباء بها أول طائقا وتقى بالظاء زبقا وبالعين علما آمين وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قفة وبالكاف كرمة وباللام لطا وبالنين موعدا آمين وبالنون نورا وبالواو مثلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا آمين اللهم اشفعنا بالقرآن العظيم آمين ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم آمين وتقبل منا قراءة وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن آمين إن خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تكفير أو تأخير آمين أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما غير أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سر أو سوء إلهام آمين أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيد لسان آمين أو وقف بغير وقوف أو ادغام بغير مدغم آمين بيان بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعقاب غير ما سكته آمين أو قلة رغبة ورهبة عند آيات رحمة آيات العزراء آمين فاغفر لنا ربنا واتبع مع الشاهدين آمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين وزين أخلاقنا بالقرآن آمين ونجنا من النار بالقرآن آمين وأدخلنا في الجنة بالقرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا آمين وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها بنا آمين وصلى الله تعالى خير خلقه محمد مذهب لطفه ونور عرشه آمين سيدنا محمد
محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا تسليما. آمين. نایتان باز یک دفعه از طرف خدا و از طرف تمام فامیل بر خودش و بر تمام فامیل برتون خدا و توفیق بده که بتانی تلاوت شه و زیر عمل قرار بدیم. صدق الله العلی العظیم. تشکر که ختم ما و اخوار ما را دیدن. خداوند صلح و آرامی را بیاره در افغانستان. اینی دعا همیشگی از ماست. ما تشکر میگم از استاد ما که امرای ما کت خوارم زیاد زحمت کشیده. دستای تنا میبوسم استاد جان. ما شش کلمه را نماز را کت دعاها را یاد دارم. اگه میخواین ویدیوش را ببینین کامنت کنین. ویدیوی ما را شیر کنین که هموطنهای ما ببینه. افغان کیچن نایاب سبسکرایب کنین تا ویدیو دیگه. الله حافظ.